حمام في الجزائر مبني بالزليج المغربي وعلى الطراز المغربي، نشروا في الجزائر. شوف شفتوا عندنا زليج وعندنا وعندنا وعندنا، لحد ما راح مغربي هو نفسه الحمام ده وصور، قال له تبارك الله ما شاء الله، ده ايه؟ قال له ده مغربي. قال له الزليج ده؟ قال له مغربي. قال له مين اللي عمله؟ قال له مغاربة. قال له انتوا عندكم هنا معلمين مغاربة؟ قال له اه، بيجوا يعملوا الحاجات دي ويمشوا. قال له يعني ده مغربي اصورك ممكن؟ قال له اصورني، ما هو مغربي، ما هو بتاعكم، هقول ايه يعني. وصوروا ومبط القراقير بعد ما قرقروا بان شوفوا تلاقوا عندهم حمام بالزليج، ضربوا الطر. فقلنا نوريه لهم ونوريهم ان انتوا كذابين مساكين، وان الكذب ملوش رجلين، وان انت ما عندك والو، وان انت مظلوط حتى وان عملته عندك يبقى غصب عنين عينك. مغربي وبعد 200 سنة هيطلع قرقور يقولك شوف اهو اثر عندنا ايه؟ اقول له مغربي، وقول له مغربي. وده يؤكد ان كل ما عندهم من اشياء في تلمسان ووهران تحديدا من قصر المشور وغيره مغربي، اتعمل بنفس الطريقة دي، ما عندهمش معلم يعملها، فجابوا واحد يعمل لهم حمام، جابوا مغاربة يعملوا لهم الحمام. بعد 200 سنة يقولك اهو شوف عندنا اهو، لا، مغربي اللي عمله على الطراز المغربي من الجوار. كذلك كل الاثار اللي عندك دي اتعملت بنفس الطريقه دي اللي اتعملت النهارده، فبيعترف اهل النهارده ان هو معمول على ايد مغاربه، وده يوريك ازاي اللي فات اتعمل. لكن في المغرب صنايعي اللي موجود لحد دلوقتي، معلم موجود لحد دلوقتي، الديزاين موجود لحد دلوقتي، الحرفة موجودة لحد دلوقتي، فيبقى بتاعهم. أما أنت لحد النهاردة لما تحب تعملها بتجيب أصلها المغربي، زي ما زمان حبيت تعملها جبت مغربي، وحبيت ترممها جبت مغربي. في فيديو شهير لبوتفليقة وهو بيقول لهم رمموا قصر المشور، هاتوا الإخوة المغاربة يرمموا، شوف الفيديو ده وتعال أحكي لك الحكاية من أولها. كل شيء مغاربة ما شاء الله، يعني هذا صنع مغربي. الله يبارك. والحمام هذا بدا بالسيدة ما شاء الله ما شاء الله. هذا الشيء كنشوف أنا الزواقة هذه مغربية، كل شيء مغربي. وحتما أنت ماشي مشكل، ماشي مشكل. أي بارك الله فيك، شكرا بزاف، بارك الله فيك. اسمع الأخ قال لكم راه اللي بناو هذا، شحال من واحد مغربي تعرف أنت؟ تعرف مغاربة بزاف؟ جاو شركة ولا جاو خدموا؟ جاو خدموا المسجد، خدموا هنا في المسجد، خدموا السليج والرخام، هذو كلش كلش كلشي هما. الله يبارك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. قال له جم خدموا، قال له كلشي 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 بتاعكم ديالكم، كلشي ديالكم. آي 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 آي. شفت يا سيدي بقى الحكاية ماشية إزاي؟ ده دلوقتي أهو، ده على حياة عينك اهو، على حياة عينك حمام في الجزائر عملوه مغربي، طراز مغربي بالكامل، جم مغاربة بنوه. الشاب اللي واقف قال الحكاية وقال له مغاربة وعلى الطراز المغربي وكل شيء ديالكم مغربي. بعد بقى قول مش 200 سنة، بعد 20-30 سنة تلاقي بقى واحد مؤرخ جايب السياح يقول لهم شوفوا ده وده مش عارف ايه، واحد مروكي كان معدي خد التصميم ده وراح عمله عنده. ده اللي بتسمعه النهارده بالضبط. الحكايه دي هي ملخص ما حدث عبر التاريخ. كانوا المغاربه بيروحوا يبنوا، ومرت الايام وطلعوا ناس معقدين مجانين زي ما انت شايف كده. ايه يا عم ديالنا والمرار كدو، يجيبوا مخرفين رشيد اور ودومير، ايه يا عم ده اثر والتراث الجزائري والجزائر، وطلعت سوريا مولوجي طويله الهبله طويله الجايمه، واللي انت شفته ده، اللي انت شفته ده، ده جزائري. وهو كل الحكايه انه حصل زي ما بيحصل النهارده حصل زمان من 200 سنه ومن 300 سنه، وطول عمرها كده المساله نفس اللي انت شايفه النهارده ده. فما دار الزمان وطلعوا بقى المخرفين، قالك ديالنا والمرار كدوه احنا الاصل. طب فين المعلم اللي بيعملها؟ بنجيبه من المروك. ليه يا عم؟ اصل احنا اغنياء ما بنشتغلش الحرف دي، المروك فقراء بيشتغلوا فيها لحد دلوقتي، زي ما قالها والله دومير قبل كده.
ازاي يا عم؟ انت عارف الزليج ده مش اي حد بيعمله، ده غالي، ده بالعكس ده الرومي دلوقتي ارخص المتر ب70 وب60 وب50 درهم وب100 درهم المتر الرومي اللي هو السيراميك، انما ده غالي. ده انت عارف المتر بكام؟ بالعكس ده الفقراء بيستخدموا الرومي والايشاني الرخيص، ده الاغنياء اللي بيستخدموا ده، انما دومير ما يعرفش. ما عشان ما يعرفش ده ايه مسكين، ما يعرفش حاجه. شفت بقى اللي بيحصل النهارده؟ هو طبق الاصل اللي حصل زمان، التاريخ بيعيد نفسه. فلما يطلع قرقور يقول لك ديالنا والمرار كدوه ضربه بالجزم على بقه بالصندال على فمه، نيشان ليه؟ لان هو عمره ما كان من عندهم، عمره ما تلاقي معلم ولا حرفي لسه موجود، عمرك ما تلاقي صنايعي عندهم موجود بيعمل ده، عمرك ما تلاقي. انما في المغرب متصل وموجود وتاريخ وتراث وموجود الى يومنا هذا. يا راجل والله موجود في الرامبوا، مره لقيت سقايه تحفه في رامبوا، في دوران، في صينيه، في ميدان، موجود في كل حته. استاسيون والله بقعد فيها، فيها قهوه، ها بصورها لكم قريب والله العظيم، تحفه تبارك الله، جنب مطار طيط من الليل. وانت ماشي كده جنب مطار طيط من الليل هتلاقي على اليمين افريقيه تحفه من جوه، زليج ورخام وجبس وحاجه، تلاقيها في استاسيون، في محطه بنزين، يعني مش هقول لك في 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 قصر، لكن ده بتاعهم، ده بتاعهم، ملكهم. تاريخ مستمر، تاريخ مستمر، المعلم موجود زي ما جبتهم كده في الجزائر. لذلك هو ده اللي بنقول فيه، هو ده اللي بنقول فيه، تكذب مهما تكذب محدش هيصدق الكذب، خاصة ان التوانسة مساكين عانوا منكم، والليبيين والمصريين والكل دلوقتي بقى يعاني منكم، فالكل بقى عارف من حالك، اعذر غيرك، فما بقاش حد ينطلي عليه هذه الاكاذيب العبثية القرقورية التاريخية الديوميرية السرايوية مولوجوية. يا ويلي على كمية المصطلحات يتعامل بيهم دول كتيب والله. فلا يمكن ان تصدق هذا التاريخ بتاع المجانين اللي جنبنا دول، وصلوا لمرحلة من الهبال والله العظيم تشفق عليهم. الله يحسن الأوان، والله العظيم شيء يبكي، شيء يبكي. لذلك اللي حصل زمان في قصر المشور وفي غيره من آثار، إذا كانت موجودة آثار بزليج مغربي، فاللي بناه زي اللي بنى الحمام ده دلوقتي مغاربة، وراحوا بنوه ورجعوا. فلما بنوه ورجعوا ما ترجعش تقول النهاردة أو بكرة أو بعد 100 سنة تراث ديالنا، تبقى حرامي رخيص، تبقى حرامي رخيص ندل ما تمتنش، تبقى حرامي رخيص ندل ما تمتنش، ويجي واحد ببساطة كده يكشفه زي الأخ ده كده ده ويبان الحكاية. لذلك أقول لكم هذا هو ملخص الحدوتة زي ما أنت شفت كده، قالوا ديالنا وشوفوا الفن وشوفوا التراث، راح مغربي صور قال له ده مغربي، ببساطة كده. بعد 20-30 سنة إذا سمعتوا بقى الحمام ده بيقولوا عليه تراث جزائري يقولوا لهم انسى. وبالنسبة لقصر المشور ولغيره من آثار كلها على كده، هي دي ملخص الحكاية من البداية للنهاية، والنهاردة زي امبارح، والأيام كلها كده شكل بعضها في هذا البلد الذي لم يخطو خطوة واحدة للأمام من أيام العثمانيين والله العظيم. دي الحكاية، أشوفكم على خير.